السلام عليكم طلابنا الأعزاء، نرحب بكم. محاضرة التاسعة، المادة صناعة الأسنان، المرحلة الثانية. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم هو الأرتيكليتر. قبل ما ندخل عنوان محاضرتنا، نحاول نريد نسوي ريفيو سريع للمحاضرة السابقة حتى تعرف ليش احنا وصلنا لهذه المرحلة لهذه المحاضرة. إذا تتذكرون بداية المحاضرة السابقة، كان العنوان مالتنا هو جو ريليشن، وذكرنا التايبس اوف جو ريليشن. اول تايبس هو الاورينتيشن جو ريليشن، اللي قلنا راح تكون بالساجيتال بلين، اللي راح تحدد لنا الاورينتيشن اوف الماكسيلاري ارش ان ريليشن تو تمبرومانديبولار جوينت. وذكرنا وي ويل يوز ذا فيس بو از ا تول فور recording and transfer this relation to articulator. The other relation ذكرناها هي the vertical and horizontal relation. طبعا the tools راح نستخدمها holding this relation and resembling the TMJ and upper jaw is named the articulator. يعني أول أداة الفيسبوك استخدمناها للأورينتيشن ريليشن. الأذر تولز راح نستخدمها حتى تستقبل هاي الريليشن أول جو ريليشن من الأورينتيشن والفيرتيكال دايمنشن والهوريزنتال ريليشن. راح نستخدم الأرتيكليتر. What do you mean by articulator? Articulator is a mechanical tools. Mechanicals tools. It represents the temporomandibular joint. This part represents the temporomandibular joint and has upper and lower part represent the maxilla and mandibular jaw to hold the upper and lower cast and resembling some or mandibular movement. مثل ما قاعد تشوفون هسه هاي السكول عندنا هنا، قلنا تي ام جي حتى تعرفون ليش اخذنا الاناتومي، ليش درسنا الاناتومي مال تي ام جي، ليش درسنا المانديبولار موفمنت. احنا درسناها حتى نعرف وش ديفايس وي هاف يوز، يعني شنو الاداه راح نستخدمها، وهاي التولز راح نستخدمها هي راح تحقق لي ذا سيم اناتومي اوف تي ام جي، ذا سيم مانديبولار موفمنت. فلذلك احنا درسنا، يعني دائما ناكد بان انتوا اطباء اسنان لازم تكون عندكم المعرفة الساينتيفيك حتى تقدرون تشتغلون بصورة صحيحة. فلذلك راح تشوفون احنا درسنا تي ام جي حتى نعرف which tools we can use to resembling the anatomy of TMJ and simulate some or mandibular movement. Now what are they used for articulator? Hold the upper and lower cast in fixed relation. تحافظنا على العلاقة راح نحصلها سواء بالvertical dimension، بالhorizontal relation، بالorientation. راح تحافظنا على هاي العلاقة خلال fabrication of complete denture or other restoration. To simulate the jaw movement راح تعطينا the same movement according to type. Some articulator can make hinge movement, opening and closing. Some articulator can make a protrusive and lateral movement as a part of border movement. Some can make an intra-border movement like the chewing. All this is important. So construct restoration the same inside the patient mouth. لأن إحنا هاي restoration من راح نسوي the construction راح بالنهاية راح الهدف إحنا نسوي restoration inside the patient mouth. فالمفروض tools مالتنا يكون simulate all the movement for the mandibular movement. Okay. The most important use of articulator, we can make all the prosthetic work in absence of the patient. يعني احنا نقدر، هاي اهم خطوة، اهم نقطة بالاستخدام، احنا نقدر
اغلب الخطوات المال البروستاتيك راح نقدر نسويها على الارتكليتر بغياب البيشنت، يعني ما نحتاج البيشنت، من دايجنوسيس، تريتمنت بلان، سيتنج اوف ارتفيشال تيث، ديفلوبمنت اوف اوكلوجن اند واكس اب اوف ذا دنتشر، فلاسكينج، all this step, remounting, sorry, all this step can be done in the absence of the patient. هذا شيء يفيدنا. أول شيء يفيدنا إحنا راح نقلل كل الخطوات، راح نقلل كل الخطوات مال البروستاتيك وما نحتاج إلى البيشنت. يعني المراجع ممكن ما أخليه يجيني 10 مرات، راح أخليه يجي مثلا 2 3. إضافة أكو خطوات ما نقدر نسويها inside patient mouth، ما راح تكون easy واحتمال ما تتطبق. مثلا setting up of the teeth I can't be do inside patient mouth، أنا لازم أسويها in device out of the patient mouth. زين، مثلا set diagnosis treatment plan كذلك ما راح تعطيني الصورة الدقيقة inside patient mouth، مو مثل بالarticulator ماكو لا cheek لا tongue نقدر نشوفها من اللينجوال فيو، فراح نقدر نسوي precise diagnosis and treatment plan. ذني كلها الفوائد الارتكليتر، فهي راح تساعدني بجزء كبير بالconstruction of restoration in the absence of the patient. And also it's helped to remount the tincture. إذا تذكرون احنا قلنا بعد ما نكمل الفينيشينج الفلاسكينج راح نحصل على دنتشر وتو اخذتوا البالمورايزيشن وشون راح يصير اكو تشينج واكو شرينكج، فحتى نقدر نحافظ على ذا سيم اوكلوجن راح نرجع الدنتشر ذا بروسيس دنتشر للارتكليتر ونسوي ادجستمنت ونسوي كوركشن. طبعا هذا كوركشن اول شيء مهم، اول شيء هو away from the patient، يعني انت قاعد تسوي كوركشن not in front of the patient، مو الكوركشن ماتك مو يم البيشنت، فبي سايكولوجيكال بينيفيت، يعني انت الشغل اللي قاعد تسلم للبيشنت ما بي اي ايرور. زين، لان هذا الايرور هو طبيعي مال البروسيسنج مال الشرينكج. فهاي كلش مهمه ويفيدنا بان اني الكوركشن مال الاكلوجن صار نتيجه الشرينكج، انا ما اسوي inside patient mouth. طبعا هماتي راح يكون not precise inside patient mouth، مو مثل الارتكليتر راح يكون راح hold the cast apparent lower in fixed relation، مو مثل البيشنت راح يعطيني كسع relation شكل. A requirement of articulator هاي in general hold the cast in correct relation، سواء هاي relation vertical dimension لازم يحافظ عليها، اذا horizontal relation يحافظ عليها، او orientation relation يحافظ عليها. الكاس should be easily removed and reattachable. الكاس المفروض من أخليه على الارتكليتر بسهولة نقدر نسوي له retain and reattach. ليه شنو فعلت؟ يعني مثلا أنا مرات أحتاج أشتغل على الارتكليتر، مرات أحتاج لا أشتغل أفصله من الارتكليتر وأشتغل. زين، مثلا بالواكسينج فستونينج أوف ذا دنتشر، زين ما نحتاج الارتكليتر، نحتاج فقط الكاس، ونفس الوقت اقدر اسوي له ري اتاتشمنت ان ذا سيم بوزيشن حتى يحافظ لي على نفس العلاقه. بروفايد بوزيتيف انتير فيرتيكال ستوب، ايش نقصد بها؟ المفروض يحافظ لي، قلنا بما انه احنا نريد هولد ذا كاس ان كوركت ريليشن من ضمنه الفيرتيكال دايمنشن، فبالانتير راح تشوفون بالتايب اوف ارتكليتر اكو انسايزال بين، هذا يحافظ لي على الفيرتيكال دايمنشن ريليشن. Accept the face bow transfer. الفيس بو احنا ذكرناه بالمحاضرة السابقة، وظيفته هو بالorientation jaw relation على مود العلاقة between the maxillary arch and temporomandibular joint. فلذلك انا المفروض الارتكليتر المفروض يتقبل هاي العلاقة، لان اكو type of articulator راح ناخذها ما راح تتقبل الفيس بو ريكورد. الopen and close hinge movement طبعا هاي ابسط موفمنت المفروض يتقبلها هي الاوبننج وكلوزنج، من غير الاذر موفمنت المفروض البروتروسيف اللاترال موفمنت ميد اوف نون كوروزيف اند ريجيد ماتيريال نوت بي بولكي اور هيفي شود بي اديكيوتي سبيس بتوين الابر اند لور ممبر. هاي كلش مهمه، المفروض يكون الدايمنشن مال الارتكليتر ذا سيم دايمنشن او ريسمبل ذا دايمنشن اوف ذا بيشنت face or max
ماكسيلا مانديبولار ارش، لان انت الكاس من تاخذ امبرشن راح ذا سيم سايز اوف الماكسيلا او الماندبل، فانت اذا الارتكيليتر مالتك راح يكون سمول ما راح تقدر تسوي ريسمبلينج او جو ريليشن بتوين الابر اند لور كاست، لان السبيس ما راح يكفي، الارتكيليتر سمول، فالمفروض يكون السايز مال الارتكيليتر انف تو هولد ذا ابر اند لور كاست ان ذا كوركت فيرتيكال ريليشن. The moving part move freely without any friction. يعني المفروض تتأكد بالارتكيليتر قبل ما تاخذه، يعني شوفه open and close without any restriction. يعني المفروض يكون بي movement، وقلنا الموفمنت many انواع، ابسط movement هي opening and closing. زين هسه نجي what are the classification of articulator. طبعا هنا many classification، احنا راح ناخذ the most common classification based on adjustability. يعني هذا الارتكيليتر نقدر نسوي له adjustment or ما نقدر نسوي له adjustment. First the non-adjustable. طبعا هنا which part of adjustability، يعني على اي اساس نعتمد الادجستمنت مال شنو؟ الادجستمنت على الكوندايل باث ارتكيليتر. راح نقول راح هسه نفهمكم شنو الكوندايل باث. اوكي زين، اول شيء non-adjustment ما اقدر اسوي له any adjustment، والاذر تايب هو adjustable condyle path articulator. زين بالنون adjustable condyle path ايش عندنا؟ كلاس 1 يسموه simple hinge articulator، فقط يعطينا الهنج movement فيسموه simple hinge articulator، يسموه كلاس 1. كلاس 2 يسموه mean value or fixed condyle path articulator. هنا ليش يسموه fixed or mean value؟ هذا مطينا مسوين research أو مسوين survey among people وشافوا المعدل مال الكوندايلر باث مثلا 25 إلى 30 ديجري، فثبتوا بهذا الارتكليتر هاي الديجري، يعني أخذوا المعدل مالتنا، فلذلك هو بي كوندايلر باث. هذا السيمبل ما بي أصلا كوندايلر باث، بينما هذا الارتكليتر بي كوندايلر باث. بس شنو الفرق بين هي فيكس؟ ما أقدر أتحكم بالأنجل مالته، ثابتة، هو مطنيها ثابتة، ما أخذ المين مالته. زين فيسموها mean value or fixed condyler path articulator. بالadjustable condyler path اكو two type، اكو semi adjustable زين واكو fully adjustable. شنو الفرق؟ بالsemi adjustable condyler path بيها two angle، اكو horizontal angle واكو lateral angle. اذا تذكرون بالhorizontal relation زين قلنا اكو centric زين وكو الاسنتريك، بيها قلنا اللاترال بيها رايت والليفت. زين السنتريك نحتاج فقط، يعني ما هاي ما بيها مجرد السمبل هنج نقدر احنا نستخدم السنتريك ريليشن، بينما بالنسبه للاكسنتريك الرايت واللاترال والبروتروسيف، بالنسبه للبروتروسيف زين السيمي ادجستبل ارتكليتر يسوي فقط للبروتروسيف. البروتروسيف يمثل لنا الهوريزونتال كوندايل باث انجل، بينما اللاترال راح نقدر نستخدمها ويا الفولي ادجستبل دايركت. يعني هسه السيمي ادجستبل ليش سميناها سيمي ادجستبل؟ لان احنا فقط انجل وحده راح نسويها، هي الهوريزونتال كوندايل باث اللي تمثل البروتروسيف، بينما اللاترال راح ناخذها اندايركت، وهسه راح نوضح لكم شلون. بينما فولي ادجستبل لا، راح اخذها تو انجل، الهوريزونتال كوندايل باث واللاترال كوندايل باث، يعني البروتروسيف واللاترال موفمنت. هسه نجي الفيرست كلاسيفيكيشن يسموه السمبل هنج ارتكيليتر. السمبل هنج ارتكيليتر الديزاين مالته مثل ما تشوفون بالصوره، بي ابر منبر يستقبل لنا الابر كاست ويمثل لنا الابر جو، واللور منبر يستقبل لنا اللور كاست يمثل لنا الماندبل. زين طبعا ما عندنا هنا مثل هذا الجوينت، مجرد يمثل لنا الهنج اكسس بس، ما يمثل لنا تمبرو مانديبولار جوينت. ليش؟ لان تعرفون تمبرو مانديبولار جوينت مثل ما قلنا بي شنو؟ بي هنج movement و be translation. هنا فقط يعطينا hinge، فإذا ما يمثل لنا temporomandibular joint.
بس يمثل لنا جزء من التمبروما، يمثل لنا فقط الهنج موفمنت. طبعا هذا الارتكليتر فقط يسوي لي الهنج موفمنت. الهنج موفمنت شو تمثل لنا؟ الاوبننج والكلوزنج، يعني ما يسوي لنا لا بروتروزيف ولا رايت او ليفت، فقط اوبننج اند كلوزنج. اذا راح يتقبل لنا فقط الفيرتيكال دايمنشن، يعني المسافه بتوين الابر واللور بيمن راح ننظمها. شايفين هذا السكرو بالبوستيرير، هذا السكرو بالبوستيرير راح يحدد لنا المسافه بتوين الابر اند لور منبر، فهاي اذا نقدر نحصل من خلالها الفيرتيكال ريليشن. وكذلك نقدر نحصل السنتر كورليشن. السنتر كورليشن يعني الكاست الابر ايش قد متقدم على اللور، هاي يسموها سنتر انتيرو بوستيرير ريليشن او رايت او ليفت، ايش قد متقدم الابر عند اللور، هاي يسموها سنتر كورليشن. فاذا هنا الريكورد اللي نحتاجه حتى نقدر نسوي بروجرامينج ذيس ارتكليتر هي تو ريكورد، الفيرتيكال دايمنشن والسنتريك جو ريليشن. طبعا شنو الديس ادفانتج مال هذا الارتكليتر؟ اول شيء الديس ادفانتج هذا الارتكليتر مجرد راح يعطيني العلاقه بين الابر اند لور كاس without any anatomical guide. يعني شنو اقصد بها؟ هسه هنا ما راح يقدر يستقبل لي اني فيس بو، زين، لان قلنا هذا ما يمثل لي التمبر مانديبولار جوينت، فما راح يوجه لي مثلا يسوي لي ريليشن مال الماكسيلا ويا تمبرو مانديبولار جوينت ان بيشنت ماوث، ينقلها مجرد العلاقه بين الابر اند لور جو. فهي شو تمثل لنا العلاقه بدون الاناتوميكال جايد؟ يمثل لنا ستاتيك جو ريليشن، يعني مجرد علاقه الاطباق without any dynamic relation، يعني بين الموفمنت اوف ذا مانديبول، لان هي من راح يصير موفمنت الماندبول يصير تشوينج راح العلاقه تتغير. اكو مره علاقه يسموها ستاتيك ريليشن، علاقه فقط عند الاطباق بالاكلوجن، ومرة علاقة لا دايناميك، زين، بالفانكشن مثلا بالتشوينج بالهاي، هاي العلاقة راح تختلف. هذا مجرد راح يحافظ لي وينقل لي على العلاقة الستاتيك جو ريليشن، بس من راح نسوي فابريكيشن وننقلها بالبيشنت ماوث، بيشنت ماوث نوت جاست ستاتيك ريليشن، لا دايناميك، البيشنت راح يسوي تشوينج، فهنا راح تختلف. فلذلك هذا الديس ادفانتج مالته اول شيء فقط راح يسوي لنا ريجستريشن for static jaw relation, not dynamic jaw relation, not represent temporomandibular joint. ليش ما يمثل لنا temporomandibular joint؟ لأن قلنا temporomandibular joint not just hinge، هذا بس hinge movement. temporomandibular joint hinge movement and translation. Okay. وأصلا ما بي condyle path، هذا ما بي أي condyle path. إضافة disadvantage الأخرى الدايمنشن، تذكرون قلنا المفروض enough space between the upper and lower. الدايمنشن مال this type of articulator is not the same of the dimension of the patient face or dimension between the maxilla and mandible of the patient. الدايمنشن مالته very small. هذا الشيء يأثر إنه هذا مثل articulator الدايمنشن مالته، هذا articulator الدايمنشن مالته the same dimension of the patient face. وهذا الدايمنشن السيمبل شوفوا شلون سمول، اصغر من البيشنت دايمنشن فيس. شو ياثر ان هذا من يصغر الارتي، هذا مو يسوي لنا هيج موفمنت، فمن راح يصغر الارتيكليتر الباث مال اوبننج اند كلوزنج ايش راح يصير؟ راح يصير ستريت، لان هو سمول ما راح يعطينا مسافه كافيه حتى يصير كيرفيتشر. فاني من راح اشتغل عليه، راح اشتغل عليه اسوي له ارينجمنت واكمل ماتي، الباث مال الكلوجر راح يكون ستريت. من نقلته لبيشنت ماوث، البيشنت ماوث بما انه هو هذا اكبر البيشنت ماوث من السمبل، فراح بالاوبننج والكلوزنج ايش راح يصير؟ الباث مال الاوبننج والكلوزنج راح يكون كيرف. يعني هسه ضربنا لكم فكره الهيج موفمنت، شلون الفرجال مثل الفرجال، من راح تفر الفرجال ايش راح يصير به؟ مثل راح يرسم سيركل دائره، فانت اذا جزء من عتها راح يصير شلون؟ مثل الكيرف. بس انت اذا حركه يعني مجرد حركة بسيطة، هالكيرف يبين شلون كأنه ستريت، لأن هذا سمول. فالأوبننج والكلوزنج ما راح يعطينا هذا الكيرف الناتشرال كيرف مال الأوبننج، راح تكون ستريت، فهنا راح يسوي لنا مشكلة بالأكلوجن. فإذا الديس أدفانتج مال ذيس تايب أوف أرتكليتر إضافة بأن هو يعطينا فقط الستاتيك ريليشن ومين مثل لنا تمبرو مانديبولار جوينت، كذلك بالدايمنشن مالته سمولر ذان ذا ريل دايمنشن أوف ذا
upper maxilla and mandibular jaw and temporomandibular joint of the patient. فنحتاج articulator nearly or the same dimension of patient. نجي للأذر تايب. الأذر تايب قلنا شنسل لحد الآن إحنا وش تايب؟ لحد الآن إحنا بال non-adjustable articulator. ما نقدر نسوي له أي adjustment. زين. الأذر تايب يسموه mean value or fixed condyle path articulator. قلنا إحنا هذا نسميه mean value أو fixed condyle. إحنا مو بس simple hinge movement. لا. نقدر نسوي opening and closing إضافة نقدر نسوي protrusive بس شنو at a fixed condylar path at a fixed condylar path. طبعا الديزاين مال هذا الارتيكوليتر مثل ما تشوفون هماتيا موجود ب upper member ب lower member. هذا طبعا راح يسوونه resemble the temporal mandibular joint بس شنو الفرق لان هنا راح يسوونه هماتيا هنج إضافة راح يسوي له translation. يعني قلنا بالopening ما temporomandibular joint كتومو بالبداية يبدي بالهنج أول opening يبدي بالهنج وبعدين راح يسوينا translation بس الترانسليشن مالتنا راح يكون at a fixed condylar path angle ما نقدر نغيرها مجرد هو مطيني هو محدد مثبت هالزاوية أوكي. فنجي بالنسبة للديزاين مال هذا الارتكليتر حتى تفتهمون شنو الكوندايلر باث انجل. إذا تذكرون هسه هذا بالضبط إذا ترجعون على temporomandibular joint anatomy اللي أخذناها طبعا يشبه هذا. أول شيء هنا قلنا إذا تذكرون بـ upper member and lower member زين ومن بالبداية من يصير opening للمانديبل بالبداية راح يصير هنا hinge movement. إذا ازدادت الـ opening مال المانديبل راح يصير بـ translation. الكوندايل إيش راح يصير بـ راح يصير بـ translation على الجلينويد فوسة المانديبلار فوسة زين. يعني هم بالبداية هنج بعدين هذا resemble temporomandibular بس شنو الفرق هذا الترانسليشن هنا مو قلنا راح يسوي انجل هذا الانجل هنا ثابته طبعا هاي الترانسليشن مو ذا سيم فور اول ذا بيشنت مختلفه بس هنا سوى سيرفي بتوين يعني سوى دراسات وسيرفي بتوين بيبل شافوا ذا الافرج المين بتوين ذا بيبل 30 بس هو نوت اول ذا بيبل هاف ذا سيم افريج يعني مو كل البيبل 30 ديجري بس احنا هنا هذا الارتكيليتر اهون من التايب قبل السيمبل ذاك اصلا ما بي اي هنج او بروتروزف موفمنت ما بي اصلا فلذلك هذا اهون بس هذا فقط مناسب للبيشنت اللي راح يكون الباث اوف ذا كوندايل والديجري راح تكون ذا سيم يعني فقط البيشنت عندهم 30 ديجري يعني مو كل البيشنت راح يتوافق وياهم. فنجي هسه على الديزاين مالته هذا قلنا شيء يسموه الكوندايل باث قلنا هنا الكوندايل باث راح يكون فيكس هذا الابر مامبر هذا اللور مامبر هنا هذا اللي قلنا اللي حافظ لنا على هناك اللي حافظ لنا بالسمبل شنو كان سكرو لي ورا هنا لا ايش حافظ شنو هو راح يحافظ لنا على الفيرتيكال دايمنشن هذا يسموه الانسايزال بين الانسايزال بين تاتش شيء يسموه الانسايزال تيبل. طبعا الانسايزال بين راح يمثل لنا شنو انسايزال بين راح يمثل لنا السنترال انسايزر والانسايزال تيبل راح يمثل لنا الاوبوزيت سنتر انسايزر اوكي. طبعا هنا ما راح ادخلكم هاي بالخامس ان شاء الله تاخذوها شنو نعتبر بالانسايزال جايدنس لان مره عندي هذا يسموه كوندايلر جايدنس وهذا يسموه انسايزال جايدنس هذا همتين بي انجل انا ما راح ادخلكم بيه بالتفاصيل هاي ان شاء الله مرحله الخامسه راح تاخذوها الديتيل زين. بس احنا اذا تذكرون من اخذنا الماندبل موفمنت قلنا اكو ماني ليميتيشن للماندبل موفمنت مره قلنا اكو المصل ليميتيشن اول فاكتور ذكرنا التمبروماندبل جوينت اللي هو هنا يمثل لنا بالكوندايلر جايدنس والتيث نفسه التيث نفسه هماتين تحدد لنا الماندبلر موفمنت اوكي فيسموها بالانسايزال جايدنس زين. نجي هسه على البارت ان ديتيلز طبعا هذا المين فاليو راح ليش ناخذ ان ديتيلز بالتفاصيل هذا الريكويرمنت اللي بالمختبر راح تشتغلون بيه هو المين فاليو ارتكيليتر زين. بالمختبر راح نسلمكم مثل هذا الارتكيليتر وتشتغل بيه تسوي الماونتنج تسوي التيث يعني تكملون
بقية السنة بهذا الارتيكل يدر. زين المين فاليو التايب قلنا هذا الابر منبر يمثل لنا الماكزيلا، اللور منبر يمثل لنا المانديبل. هنا قلنا يمثل التي ام جي بس شنو؟ ات فيكس كوندايلر باث لان بي هنج وبي ترانسليشن. اوكي هذا طبعا اذا تذكرون قلنا المفروض الكاست موفابل ريأتاتشابل. شلون نقدر نسوي موفابل ريأتاتشابل؟ اكو ذني يسموها ماونتنج بليت، هذني راح نقدر نسوي ماونتنج الكاست عليها، وهذني البليت نقدر بسكرو نفتحن ونقدر نرجعهن ذا سيم بوزيشن. او مرات اكو يجي به الماجنتيك مغناطيس نقدر نوخره ونرجعه، اما سكرو او ماجنتيك. اوكي بعد ايش عندنا؟ عندنا الانسايزر بين قلنا، وهنا هاي الانسايزر تيبل، هاي الانسايزر بين حتى حيحدد لنا الميد لاين، وكذلك الديستنس الانتيرو بوسير ديستنس الكاس المفروض يكون تاتش وذ ذس انسايزر بين. طبعا ذني البقيه الشولدر مال الفريم يعني تفاصيل، هذا المهم هنا مو كلها موجوده. هذا يسموه انتي تامينج رود، هذا حتى من افتح الابر منبر من افتح الارتكليتر حتى يسوي لي سبورت زين حتى ما ينزل فقط. يعني هذا التفاصيل مع الارتكليتر اللي راح تشتغلون عليه. طبعا هذا الارتكليتر قلنا شنو هسه البوسيبل موفمنت مالته؟ اول شيء الهنج موفمنت اوبننج اند كلوزنج، وقلنا شنو بروتروزيف موفمنت بات ات وات، لان يقدر هنا يسوي جلايدنج بات ات فيكس كونتاير باث انجل. ايش نحتاج من الكود هنا؟ نحتاج الفيرتيكال دايمنشن، هذا يحافظ لي على الفيرتيكال دايمنشن، على السنتر كورليشن، وكذلك قسم من الانواع من عندها. هسه هذا النوع يقدر يستقبل لي الفيسبوك، النوع راح تستلموه نوت ريسيف ذا فيسبوك، يعني اكو انواع تستقبل الفيسبوك. زين اذا النوع اللي ما يستقبل الفيسبوك، يعني احنا قلنا وظيفه الفيسبوك شنو؟ وظيفه الفيسبوك حتى اقدر اسوي ماونتنج للماكسيلار كاست in the same relation temporomandibular joint. اذا اني articulator قسم من عندها ما يقدر يستخدم الفيسبوك، شو راح اسوي ماونتنج؟ راح اسوي ماونتنج على اساس ثيوري يسموها بون وول تراينجل ثيوري. هذا البون وول تراينجل، البون وول ساينتست من خلال الريسيرش ايش لقى؟ لقى الانتر كوندايل ديستنس، المسافه بين تو كوندايل ايكوال ذا ديستنس from one condyle to the midline the contact point between two central incisor. فإذا ترجعون بالسادس المبرهنة، إذا هذا الضلع يساوي هذا الضلع، إذا الضلع الثالث شنو؟ هم يساوي. زين فلذلك المسافة between the intercondyle راح يساوي إن المسافة from each condyle يعني من هذا ومن هذا للmidline the contact point between two central incisor. فلذلك الديزاين مال الارتكليتر سووه ذا سيم، سووه له ماونتنج تيبل. اذا ترجعون هسه الاول صوره سووه هاي الماونتنج تيبل، شايفين هاي الماونتنج تيبل؟ هاي راح تغني لنا عن الفيسبوك، راح المسافه بين فروم ذس الكوندايل للميد لاين اللي هي انسايزر بين قلنا راح تمثل الميد لاين، راح تساوي لنا المسافه من اذر كوندايل للانسايزر بين. فهاي الماونتنج تيبل هي راح تسوي لنا ماونتنج للماكسيلاري كاست اكوردنج تو بون وول ترينجل ثيوري. ليش؟ لان هذا الارتكليتر اذا تشوفون هذا الارتكليتر ما نقدر يستقبل للفيسبوك، ما بي كوندايل رود حتى يستقبل للفيسبوك. زين ما بي كوندايل بين يستقبل الكوندايل رود. زين فلذلك هنا الماونتنج مال الابر كاست ماتي، ماونتنج مال الابر كاست ماتي راح يعتمد على الماونتنج تيبل اللي تعتمد على نظريه البون وول تراينجل ثيوري. بينما اذا تشوفون هذا التايب مال الارتكليتر، هذا بي بن بي كوندايلر بن، هذا يستقبل فيسبوك، فلذلك تشوفون ما بي ماونتنج تيبل. فحسب التايب مال الارتكليتر ماتي، اذا يستقبل الفيسبوك راح يكون الماونتنج مال الابر كاست على الفيسبوك، بينما اذا ما يستقبل الفيسبوك راح يكون الماونتنج مال الكاست ماتي على الماونتنج تيبل اللي هي تعتمد على البون وول التراينجل ثيوري. طبعا هاي المسافه قوسوها كافرج، طبعا مو all the people the same بس كافرج، وخلوها بالارتكليتر يسموها 4 انش، يعني هسه هنا 4 انش، هنا 4 انش، هنا 4 انش. زين فيسموها equilateral triangle. طبعا الديس ادفانتج مال هذا الارتكليتر
قسم قلنا من عنده ما يستقبل الفيسبوك. القسم الاخر الكوندايل باث مالته اتا فيكس كوندايل، ما اقدر اسوي لها ادجستمنت لان ادجستبل اذا تذكرون، وما بي اي لاترال موف بس بي بروتروسيف. زين نجي الثيرد تايب السيمي ادجستبل ارتكليتر الكلاس 3. طبعا قلنا الادجستمنت على يمن الادجستمنت والنون ادجستمنت على يمن يعتمد، قلنا يعتمد على هذا الكوندايل باث. اقدر اسوي له ادجستمنت، اقدر احصل اسوي له ادجستمنت واحصل ذا سيم اس ذا بيشنت لو لا. اذا اسوي له ادجستمنت فيعتبر ادجستبل. طبعا السيمي ادجستبل نقدر نسوي له ادجستمنت، بس شنو نقدر نسوي له ادجستمنت؟ بس بالهوريزونتال. باللاترال ما اقدر اسوي له ادجستمنت، فلذلك بما انه واحده من عندهن اقدر اسوي له ادجستمنت فسميناه سيمي ادجستبل. السيمي ادجستبل بي 2 تايب. زين بي 2 تايب، اذا نرجع قبل ما ناخذ تايب، اذا اريد نسال سؤال الكوندايل بالبيشنت وين موجود؟ بالماكسيلا لو بالماندبل؟ الكوندايل مالتنا موجود بالبيشنت، موجود بالماندبل والمانديبولار فوسا بالابر. فاذا انا الارتكيليتر مالتي ذا سيم ذا اوف ذا سيم ذا بيشنت، الكوندايل مالتي باللور، الكوندايل مالتي باللور ذا سيم ذا بيشنت، والفوسا مالتي بالابر، فش نسميه ارجون. يعني شنو نقصد بيه؟ نقصد بي articulated condyle. الكوندايل مالتي attached at the lower member. argon articulated condyle. زين يعني الكوندايل مالتي يشبه البيشنت، موجود باللور منبر. اذا اني الارتكليتر مالتي لا بالعكس، عندي الكوندايل مالتي بالابر والفوسة مالتي باللور، فيسموه نان argon. يعني بالعكس عكس البيشنت، نان argon نان articulated condyle. طبعا ذني التايبات مال السيمي ادجستبل articulator. هسه هنا راح نوضحها اكثر. هذا الكوندايل يمثل انه وين متصل؟ متصل باللور منبر، وعدي الفوسه الجلينويد فوسه او المانديبولار فوسه وين موجوده؟ بالابر منبر. هاي هذا مو يشبه البيشنت، اذا ايش راح اسمي؟ ارجون ارتكليتد كوندايل. بينما لا اذا بالعكس عدي الفوسه باللور صارت والكوندايل يعني عكس البيشنت صار، نسميه نان ارجون. طبعا شنو الفرق بيناتنا واحنا شنو نستخدم؟ نجي نقول لكم شنو الفرق مالتنا. اذا الكوندايل ذا سيم ذا بيشنت موجود بالابر، عفوا الكوندايل باللور والفوسه بالابر، من راح يصير اوبننج وكلوزنج؟ من يصير اوبننج وكلوزنج؟ الكلوزال بلين الاورينتيشن مالته راح يبقى ذا سيم اورينتيشن وذا تمبرومانديبولار جوينت. احنا مو قلنا الهدف من الفيسبوك حتى نحافظ على الاورينتيشن مال المكزيلا وهي temporomandibular joint؟ فأنا بالأرجون بالأوبنينج وبالكلوزنج راح أحافظ عليها، قاعد يشوفون الأنجل the same. بينما إذا قلبتها بالنان أرجون، إذا الفوسة جوا والكوندايل برا، بالأوبنينج وبالكلوزنج راح تختلف الأنجل، فهماتنا راح تأثر لنا على الأكلوجين. بس فشي سيمبل. أنا بما بالcomplete denture عندي movable tissue، يعني support ماتي على movable tissue not need very precise، فنقدر نستخدم شنو؟ نستخدم ال non-argon. فبال construction of complete denture ماتي راح نستخدم ال non-argon. اوكي بينما هسه تشوفون بالفيكس denture ان شاء الله بالfull mouth rehabilitation نفضل الارجون حتى نحافظ على الاورينتيشن مال الماكسيلار اكلوزال بلين ويا temporomandibular joint، حتى بالopening وبالclosing نحافظ على same relation. هسه نجي شنو الديزاين مالته. زين راح انتقل للديزاين بعدين ارجع لهاي حتى تفهمون شنو السيمي ادجستبل articulator. الديزاين مالته هذا موجود بالابر منبر وهذا باللور منبر، مثل ما تشوفون هذا السكرو حتى الماونتنج تيبل، قلنا مو هاي الماونتنج تيبل، اقدر بعدين اقفل السكرو واقدر اوخر الكاس. بي انسايزر بين، بي انسايزر جايدنس، هذا انسايزر تيبل، طبعا هذا هنا ادجستبل، هاي بها ديجري ادجستبل، اقدر ازودها واقدر اقللها. زين هنا أنا اوكي هذا شو يسموه هذا؟ اذا تذكرون بالفيسبوك ماكو اوربيتال بوينتر، هذا شو يسموه هذا؟ هذا يسموه اوربيتال بلين تيبل. هذا حتى اقدر اسوي لان هذا التايب اوف ارتكليتر ريسيفينج الفيسبوك،
وش تايب اوف فيسبوك؟ قلنا اكو تايبات مال فيسبوك الاربيتراري مو بيها. طبعا هنا اكو هذا الكونتايلر بين راح يستقبل لنا شنو من عندهن، يستخدم الكونتايلر جايدنس زين، هذا اللي يقعد بالبايرون بوينت اوكي. وهنا راح قلنا بالانتيرير ريفرنس بوينت عندنا الانفرا اوربيتال راح يجي بها الاوربيتال بين بالارتكليتر. وين راح يجي؟ راح يجي هنا على الاوربيتال بلين بليت، اوربيتال بلين بليت اوكي. هسه لحد الان اوكي، نجي هنا المقصد مالتنا حتى نفهم ليش هذا سمي الجستوى. طبعا هنا هذا الهوريزونتال جايدنس، هذا قاعد نشوفه هسه حاليا من الساجيتال من البروفايل. الجايدنس مالتنا ايش قد الانكلينيشن المانديبل ايش قد ينزل، هذا الانكلينيشن يسموه هوريزونتال جايدنس، اقدر اسوي له ادجستمنت. هذا بيمن بيا موفمنت، هذا بالبروتروزيف، يعني من يصير بروتروزيف للماندبل. هسه خليني نوضح لكم اياه هنا شويه بالرسم. يعني من هسه الماندبل راح يتقدم يصير بيه بروتروزيف اوكي. ايش قد راح يصير الديجري ويا الساجيتال، ايش قد ينزل يعني الماندبل ايش قد راح ينزل، هاي يختلف بتوين بيشن. اكو واحد يسموه سليب هوريزونتال جايدنس، يعني الماندبل من يسوي له بروتروزيف راح ينزل هوايه زين، اكو بيشنت ينزل قليل، هاي اكو ديجري. اذا تذكرون بين بالمين فاليو الافرج بتوين بيبل ايش قد خلوها 30 اوكي، بس مو كل البيشنت 30، اكو بيشنت اقل من 30، اكو بيشنت اكثر من 30. بهذا الارتكليتر انا اقدر احدد الديجري بالضبط من البيشنت دايركتلي، يعني اقدر اسوي له ادجستمنت للارتكليتر. هنا انا اخليها هسه شوفون ذني ديجري 20، هنا 30، هنا 40، حددت مثلا ديجري مالتي مثلا 35، اقدر احدده 35. اذا هنا انا سويت له ادجستمنت، لو ما سويت له سويت له ادجستمنت. بس بما انه الادجستمنت مالتي فقط راح تشوفون فقط بهذا بالبروتروزيف بالهوريزونتال، فقط بالبروتروزيف بالهوريزونتال، فسميت له سمي ادجستبل. هسه راح نجي شنو اللاطه. هسه هاي الجو هذا هنا، هذا يسموه لاترال كونتايلر جايدنس، هذا يحدد لي الموفمنت مال الماندبل بالرايت او بالليفت. يعني مني الماندبل راح يصير بالموفمنت، هسه اذا تسوي موفمنت لليور ماندبل سوي رايت وسوي ليفت، هماتين الماندبل راح ينزل، هماتين راح يحدد الديجري ايش قد ينزل، ايش قد راح ينزل. مثلا هسه منتحرك هسه مثلا ويا الهوريزونتال بلين، هذا الهوريزونتال بلين، الماندبل ايش قد يتحرك هالقد، من يتحرك هالقد مره الزاويه مره يعني زاويه مو ثابته، مره الزاويه مثلا 15، مره لا اكوبيشن عندهم مني حرك الماندبل لللاترا راح الزاويه هاي الزاويه هنا انا ما راح يحددها دايركت، ما راح يحددها دايركت، راح يحددها يعتمد على معادله تعتمد على شنو على الهوريزونتال. طبعا هاي المعادله مو بكل الارتكليتر موجوده بالخاصه يسموه الهانو تايب ارتكليتر، فيسموها الهانو فورمولا زين. المعادله شو تقول؟ المعادلة تقول اللاترال كونتايلر جايدنس شو تساوي لنا الهوريزونتال كونتايلر جايدنس تقسيم 8 زائد 12. يعني هسه انا مو قصت ايش قد قلنا، قصتها مثلا 30، انا قصت الهوريزونتال كونتايلر قصتها حددتها مثلا 30 اوكي. اجيت اريد هسه احدد اللاترال ما اقدر احددها دايركتلي فروم ذا بيشنت، ادخلها بالمعادله ايش قد طلعت عندي بالمعادله، طلعت 16. اجي اسوي ادجستمنت هذا الهوريزونتال كوندال دات، هذا الارم، هذا الفيرتيكال ارم هو يمثل لنا شنو اللاترال كوندال كايد، اسوي له ادجستمنت اخليه على يمين، اخليه على 30 على 15 لافو زين. فلذلك هسه انا من كملت اخذت هاي من البيشنت دايركتلي، هاي لا ما راح اقدر بهذا التايب اوف ارتكليت دايركتلي فروم ذا بيشنت، انا راح اسوي له شنو، راح اسوي له ادجستمنت. هذا ايش قد طلع عندي 30، دخلته من المعادله طلع عندي هذا 15، اجي اسوي ادجستمنت لهنا لللاترال كونتايلر. فلذلك هذا سميناه سيمي ادجستبل ارتكليتر زين، سيمي ادجستبل ارتكليتر. طبعا هذا التايب مال الارتكليتر اول شيء راح نقدر وش موفمنت يسوي لنا الاوبننج والكلوزنج، راح يسوي لنا بروتروزيف protrusive the same of the patient، بس هنا هو يسوي لنا lateral، بس lateral movement according to
الهوريزونتال جايدنس اللي اخذناها من خلال المعادله نوت دايركتلي فروم ذا بيشنت. اوكي طبعا الريكويرمنت مال ذيس ارتكيليتر يعني الـ او الاكسبتنس اوف ذيس ارتكيليتر فور بوتشر ريليشن نقدر الفيرتيكال دايمنشن السنتريك ريليشن والاكسنتريك ريليشن هماتين اللي هي البروتروسيف الدايركت فروم ذا بيشنت بس اللاترال لا راح تكون اندايركت اكوردنج تو ذيس ايكويشن الهانو فورمولا. الديس ادفانتج مال ذيس ارتكيليتر طبعا شفتوا احنا اللاترال كوندايل جايدنس اخذناها مو مباشره من البيشنت من خلال معادله فهي احد الديس ادفانتج مالته زين. وقسم من عندهم اللي ما راح يسوون بنت موفمنت اللي اللاترال موفمنت ما راح يسوون اياها قاعد يشوفون مجرد انتيرو بوسير. وهنا الباث مال الارتكيليتر قاعد يشوفوه ستريت. اذا نرجع للاناتومي مال التمبروماندبلر جوينت هسه راح نرسم لكم اياها الاناتومي مال التمبروماندبلر جوينت هسه هذا مال كوندايل هسه هذا الكوندايل مال الماندبل الفوسه مالتي شلونها بها كيرف مو مثل هذا الارتكيليتر ستريت فهاي هماتين راح تاثر لي بالعلاقه بين يعني الكوندايل تراك مالته راح يكون ستريت not the same of the patient ما بيها curvature هذا السلوب مال imminence ما temporomandibular joint not the same. لحد الآن انتهينا من السمي adjustable articulator. طبعا أهم نقطة this type of articulator is the first choice for complete denture fabrication يعني for complete denture fabrication احنا راح نستخدم this type. إضافة إحنا قلنا وش type of هو non argon articulator بس بال full mouth rehabilitation بالfix راح نستخدم الargon type. نجي لل full adjustable condyle path articulator. طبعا بمن اسمه full adjustable all type of movement all type of registration this type of articulator have accepted ونقدر full adjustable يعني intercondyle المسافة between two condyle طبعا إذا نرجع للpatient face not all the patient have the equal width يعني مو كل المراجعين هو المسافة between the condyle the same إذا شوفوا ذني كل المسافة between two condyle the same لا هذا أقدر أسوي adjustment للintercondyle distance according to patient فأول شيء أقدر أسوي adjustment للintercondyle distance. ثاني شيء أقدر أسوي adjustment للhorizontal condyle واللateral condyle زين. أقدر أسوي قسم من التايب طبعا أكو بي تو تايب أكو قسم يجي customized condylar track يعني أقدر أسوي curve not straight like semi adjustable يعني التراك هنا مال الcondyle من يمشي على الفوسة the same the patient مو straight the same شلون هسه رسمناها the same the patient راح تكون بها curvature هاي نقدر نسويها من سيليكون او من اكريليك. هنا incisal guidance هماتين اقدر اسوي له adjustment بالبروتروسيف بالرايت وبالليفت فذلك يسموه full adjustable لان all the movement of mandible and the recording from the patient يعني كل الريكورد ناخذها directly from the patient. زين فلذلك possible movement the same هذا راح يعطيني the same movement of the patient راح يعطيني opening closing راح يعطيني protrusive راح يعطيني lateral راح يعطيني bent movement اللي قلنا هي lateral movement the same of the patient. طبعا هذا ال requirement مالته والبروجرامينج مالته راح يكون كلش difficult زين كلش difficult و بالك practical والكلينيك rarely used because multiple record need multiple record فمن يصير multiple record و complicated راح يصير بي error فلذلك أكثر شيء يستخدم بال research أو بال complicated case مثلا full mouth rehabilitation بال fixed denture طبعا من يستخدمه بال complete. ليش يعني هسه مثلا ابسط شيء على مود نريد نسوي بروجرامينج ذيس ارتكيليتر نيد بانتوغرافيك تريسينج
هذا على مود نسوي البروجرامينج حتى يسجل لنا all the movement of the mandible. هذا الديفايس يسمونه pantographic tracing، راح يسجل لنا كل الموفمنت of the mandible حتى انقل هاي كل الموفمنت لهذا الارتكليتر، اللي قلنا هذا الارتكليتر راح يسوي لنا كل الموفمنت of mandible، راح يسوي لنا الانجل بالهوريزونتال يعني مال البروتروزف، راح يسوي لنا موفمنت باللاترال رايت وليفت. زين الانتركوندايلر ديستانس هم اسجلها، فلذلك مور كومبليكيتد. فهذا فقط راح نستخدمه. اما بالكومبليكيتد كيس فيكس دنشر فول ماوث ريهابيتيشن، او اكثر شيء يستخدم هو بالريسيرش. فلذلك احنا قلنا هنا ديس ادفانتج مالته بما انه هو كومبليكيتد وماني ريكورد، فراح يصير بي ماني ايرور. زين نجي اخر تايب حابين هم ماكن تطلعون عليه، مثل ما اخذته بالفيسبوك فيرتشوال فيسبوك اللي هو نوت ميكانيكال but by using a software in the computer. شايفين تذكرون احنا قلنا ذني ريكورد الهوريزونتال جايدنس، قلنا مثلا 30 او اللاترال جايدنس، ذني مجرد الريكورد راح ناخذه من البيشنت، مجرد بهذا السوفتوير اكو ارقام راح ندخل هاي الريكورد اللي حصلناهن، بس ندخل الارقام اوتوماتيكيا راح يسوي لنا الجو ريليشن بتوين ابر اند لوور كاست اكوردنج تو ذيس نمبر وي هاف تيك فروم ذا بيشنت. بعد ما نحتاج احنا ارتكليتر، اني بعد ما احتاج اني ميكانيكال ارتكليتر اجيبه واسوي له ادجستمنت واجيب الابر كاست واللوور كاست واخذ امبريشن وش اسمه، هسه حاليا العلم اتجه كله للديجيتال، الامبرشن يسويها بالديجيتال، ما يحتاج بعد يسوي هاي الامبرشن العاديه، اكو انتر اول كاميرا يسوي لها سكانينج. زين صار عنده سكانينج للابر اند لور ارش، اوكي سوي له سواله سكانينج، اضافه يقدر يسوي له سكانينج للريليشن بين الابر اند لور، اخذ سوي ذني القياسات احصل ذني الانجل دخلهن بالبرنامج، هاي برنامج بالكمبيوتر داخل ذني الريليشن مالتهن، اوتوماتيكيا صار عندنا شنو، صار عندنا الريليشن بين الابر اند لور. ونفس السوفتوير راح يسوي الديزاين يعني حاليا حتى الكومبليت دنشر قسم اكو يسمون فول ديجيتال، ما يحتاج البيشن تيجي اول جلسه يسوي له سكانينج، يجي يشتغله بالكمبيوتر يسوى له ديزاين كمله، يعطي اوردر الجهاز يسموه جادجام، هذا راح يخرط، او اكو جهاز يسموه 3 دي برينتر راح يطبعه طباعه ثلاثيه الابعاد راح يطبعه. زين مجرد يسوي له فينيشينج بولشينج يسلمه للبيشنت. زين فهاي هسه حاليا بالحديث كله يسموه ديجيتال وورك، من خلالها راح نستخدم الفيرتشوال ارتكليتر، اذا مجرد حبينا تطلعون عليه وتشوفون العلم لوين وصل. بس احنا عندنا 10 دقائق نحب نشوف هسه احنا خلصنا المحاضره، شكرا جزيلا للاصغاء، وراح